اني كنت ماسكه سكينه بقطع جزء من راس بنتي كانت قطع فاكهه وقطعتها، يعني والله اعلم بيدل على ان اي خلي اي قرار او حاجه تخص بنتك والدها يشترك فيها. خلي اي قرار، هي بتقول شافت ان هي دماغ بنتها عليها قطع فاكهه وهي بتقطعها على دماغها من فوق. خلي اي قرار يخص بنتك انت اتكلمي فيها، ولكن ادي لوالدها الرأي كمان فيها، بحيث ان البنت تكون مقتنعة ويكون عندها تفاهم، لان هي انا شايفة من الرؤية ان هي شايفة والدها قدوتها اكتر منك انت، فوالله اعلم. فخلي القرارين يكون منك ومن والدها، بس والدها هو الاساس.